بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال قال رب اجعل لي
لآيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا وسلام عليه.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرًّا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا
قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق الله العظيم.